وخلقنا وجعلنا وهدانا إلى صراط مستقيم وأمرنا بما أمر به المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مساعد له ولا مقارن له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بنور الهداية إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، أمة الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ففي التقوى فهي الطريق لكل خير وصياد المنيع لكل شر، فالتقوى حصن عسير والدرع الوافي من كل بلاء وضر. فاتقوا الله عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، ألبسوا على أنفسكم، على نفوسكم لباس الخشية، لباس التقوى، فإن لباس التقوى فيه خير. يقول الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله أيضا لعلهم يذكرون، أي الناس يذكرون. أيها الأحبة في الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عباد الله، فاشكروه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم الجليلة ومن آلائه المترادفة ومننه المتكاثرة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فاعملوا أعمال الصالحات عباد الله قبل أن تشغلوا، اغتنموا حياتكم وأوقاتكم الثمينة، فإن الوقت أثمن من الذهب والفضة. أقسم الله سبحانه وتعالى في كلامه بالوقت، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسر وخسران، إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا وفكر ويدعو الناس إلى الخير وتواصوا بالحق، تواصوا بالصبر كما يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن ليس فيه خسران، ليس فيه خسارة، ولا في حياته خسارة. إن المؤمن الذي كان يعمل أعمال الصالحات مخلصين لله ويفكر ما ينفعه بعد الموت، ما يؤنسه في وحشة قبره، هذا هو المؤمن العاقل، هذا هو المؤمن الفطن اللبيب. يقول الله تبارك وتعالى: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. المؤمن العاجز والكافر أيضا، من يتبع الشهوات والمؤمن الفقير اللبيب، من
من يخاف أمام ربه، من يخاف أن يقوم أمام ربه الكريم، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فآخر عباد الله ما يبقى على ما يفنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وإن من ماله ثلاث، وإن ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأبنى، ما أكل فأفنى، وما لبس فأبنى، وما أعطى فأدنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. عباد الله، عباد الله، كونوا متمسكين بهذا الإسلام، كونوا متمسكين بهذا الإسلام، واعملوا واعملوا على حب ربكم، واعملوا أعمال الصالحات، ولا تعصوا، ولا تعصوا عباد الله، فاتركوا المعاصي، فاتركوا المعاصي. فالله لا يعطل سعي أحدكم في الدنيا. يقول الله تبارك في كتابه في سورة بني إسرائيل: ومن أراد وهو مؤمن بشرط الإيمان، بشرط الإيمان، يقول وهو مؤمن: فأولئك كان سعيهم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فتمسكوا عباد الله واعملوا أعمال الصالحات متداومين، كونوا منيبين إلى الله، راجعين إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشودة إلى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه، إنه تعالى تواب كريم، ملك بر رؤوف غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تعدنا بزياده لمن شكر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه السادات الغرر. اما بعد، فان استقر حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من نحدث في أمننا هذا ما ليس منه فهو رد، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه واتركوا المعاصي، وحذركم عباد الله عن معاصي الله ومحارمه وطغيانه، ولا تتبعوا أثرات الشياطين بعد رمضان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فاتقوا الله عباد الله، ونوروا حياتكم بنور الإيمان، وابنوا حياتكم حياة صالحة مرضاة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقدوة المتقين، كما أمركم العزيز الكريم في الكتاب المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، صاحب الجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك والسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروا